ناخد خبر دور العبادة. طيب سريعا قبل ما نشوف التقرير القادم، اولا بالنسبة ايضا للاسماء اللي نازلة اللي مش نازلة الانتخابات، النائب الوفدي المعروف محمد مصطفى شردي ابلغني منذ قليل ان هو لن يترشح على مقعده في بورسعيد في دائرة بورسعيد، مبرراته ان هو هيتفرغ لإعادة بناء حزب الوفد مرة اخرى، وان هو يتفرغ لعمله الاعلامي. في كلام من جوه الحزب ان حصل خلاف بين الحزب وبين شردي حول راس القايمة، وان هو كان في راس قايمة اخرى غير محمد شردي. من المتوقع انه يكون على قايمة حزب الوفد في هذه الدائرة في بورسعيد ربما جورج اسحاق، لكن لسه لم يتأكد ذلك. لكن محمد مصطفى شردي لن يخوض الانتخابات، وهو قرر ده ان هو سيتفرغ ولكن سيساند كل مرشحي حزب الوفد. سريعا كده قبل ما نشوف التقرير التالي ونشوف الحوار، الحقيقة ان هو خلال ايام سيصدر قرار او قانون دور العبادة الموحد، والقانون عليه مجموعة من التعديلات لها علاقة بالبناء. ان طبعا موضوع الخط الهمايولي ده بقى خلص خلاص من زمان، ولكن وسيله البناء انه كيف استصدار قرار لبناء مسجد او بناء كنيسه، هذا يكون بالرجوع اولا بتصريح من الكنيسه او بتصريح من الازهر من الجهتين، الجهه الدينيه، ثم بعد ذلك التقدم بطلب التصريح للوحده المحليه. اذا لم اعترضت الوحده المحليه او لم توافق بيتم رفعه للمحافظة أو المحافظ، قدام المحافظ 3 أشهر للرد بالإيجاب أو بالرفض حول هذا التصريح. لو 3 أشهر وما ردش يكون الأمر قائما وتبنى دور العبادة. أيضا الترميمات لن تكون بقرار جمهوري ولكن سيتم تعديل ده. لسه في اعتراضات من الأزهر، لسه في اعتراضات من الكنيسة على قانون دور العبادة الموحد، لكن خلال أيام ستصدر قواعد تسجيل الكنائس. زي ما قلت لكم هناك عدد كبير من الكنائس غير المرخصة الموجودة في محافظات كثيرة. الكنيسة الأرثوذكسية تقدمت بقائمة من 53 كنيسة تريد الترخيص لها، منها في المنيا وفي أسيوط وفي سوهاج وفي الجيزة وفي الشرقية، عدد كبير من الكنائس. قالت دفعة أولى 53 كنيسة. خلال أيام من المتوقع أيضا أن يصدر قرار بترخيص وتوفيق أوضاع هذه الكنائس. أيضا خلال أيام أو صدر بالفعل مرسوم بقانون النهاردة مرسوم بقانون بمنع التمييز، يعني اللي هو منع التمييز هو تعديل في قانون العقوبات المصري يجرم التمييز في العمل، يجرم التمييز في المدارس، يجرم في التمييز في أشياء كثيرة جدا، التمييز الديني والتمييز الطائفي، وهو تعديل في قانون العقوبات وليس قانونا منفصلا لمنع التمييز. كان نفسنا يبقى عندنا وقت أكبر إن احنا نقول لكم هذا الخبر بالتفاصيل، ولكن نحاول نتابعه بكرة. إذا قانون لدور العبادة لسه مترنح لانه لسه مش عارفين هل هيصدر قانون منفصل لدور العباده ام سيصدر قرارات خاصه لبناء الكنائس، والدوله في انتظار رد الكنيسه ورد الازهر، تعديلات على قانون العقوبات لمنع التمييز، وتراخيص لعدد من الكنائس التي كانت غير مرخصه ويجب توفيق اوضاعها. الكنيسه تقدمت بقائمه ب 53 كنيسه تريد توفيق اوضاعها في مختلف أماكن مصر. أما نجيب جبرائيل فأعتقد أنه يجب أن يكف عن التصريحات التي تهدد المجلس العسكري وبتقول له يا إما خلال أسبوع حتى، وأكيد بيعمله كده برضو، يا إما خلال أسبوع حتى تصدر قرارات وتعمل كده أو سنذهب إلى المجتمع الدولي. أستاذ نجيب أعتقد أنك يجب أن تتحلى بالصمت والسكوت قليلا لحد ما الأمور تهدى ويتم استصدار هذه القوانين. أرجوك أصمت وما تتكلمش، لأن كلامك ده بيثير الفتنة، يثير الغضب، وكلام غير منطقي، وروح إلجأ للي عايز تلجأ له. هنشوف.